الله وبركاته. كيف هي الله يقويكم ويقوي الاستاذ فاتح، رفع راسنا ووصل الحقيقه للناس، الله ينصره ويقويه. اسالك ما الذي يحدث في درعا؟ والله اللي يحدث في درعا عار على نظام بشار الاسد، عار عليه عار كبير كبير. يا جماعه الخير، هذه الاسلحه اللي عرضها التلفزيون السوري عار عن الصحه، ما مثل الحقيقه بصرها، جابتها رجال المخابرات. يا ناس، نحن عبر 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 تلفزيونكم ان ناشد الدنيا كلها تنزل تشوف اطلاق النار من جهه واحده، من جهه نظام المخابرات السوري. في ناس نحن كمشنا شخص وناطرين وسيلة إعلامية لنبث الحقيقة تشوف إنه هذا إيراني من مسك ملتحي اللحية ما يعرف يتكلم عربي نازل فينا قنص. يا جماعة الخير، لحنا نطلب وسائل الإعلام خليها تشوف الحقيقة. حاجة يقول عصابات وحاجة يقول في ناس من برا. الجيش السوري تدخل لحصار درعا والجولان لسه ما تحررت، جاي يحرر درعا من مين؟ من اهلها، من شعبها. هذا الرئيس اللي حلف يمين يحمي الدستور ويحمي الشعب عم يقتل الشعب السوري. ليش؟ ايش اصلاح؟ نطالب بالحريه، نطالب بنقمه العيش الشريفه، ايش عملنا له؟ الله لا يوفقه، ذبح بناتنا واطفالنا وعيالنا، يخطف الناس المرضى من المستشفى، ايش نسوي له؟ ايش نسوي له؟ الله لا يوفقه، ذبحنا، الله يخليكم شجونا. سيد محمد، يعني أنا لم أريد أن أقاطعك حتى يعني تعطينا صورة كاملة عما يحدث، وهذه الصور التي قدمها التلفزيون الرسمي السوري وتحدث عن مجموعات مسلحة كانت تطلق النار على القوات الأمنية. استمعنا إلى وجهة نظرك وأنت شاهد عيان وأنت مختار البلدة القديمة. وين هذول الناس؟ وين هذول الناس اللي تطلق النار على قوات الشرطة؟ من وين جو هذول؟ ليش ما يسمح بان تجي وسائل الاعلام تشوف؟ خلينا نحط صور الناس اللي عم تطلق النار على الشرطه، خلينا نحطها للناس للعالم كله. طيب جات ليش ما يسمح لوسائل الاعلام تجي تشوف الراي والراي الاخر؟ خليه يحط، اذا في ناس عم تطلق نار على الشرطه خليه يحطها ان كان صادق. سيد محمد، كان في تضارب انباء عن عدد في ناس طلعت تدفن اساس الموتى، يطلق عليهم النار، هذول اللي رايحين يدفنوا موتاهم حاملين اسلحه، هذول الاطفال اللي قلنا عضه. ماذا عن عدد عدد القتلى سيد محمد اذا كنت تسمعني؟ هذول الاطفال عمرهم 10 سنين، هذول عصابات. كم عددهم؟ كم عدد الذين قتلوا؟ اليوم صار عندنا اكثر من 80 شهيد في درعا. اكثر من 700 متصوب. هذا اليوم مع المسرين بعثهم المستشفيات، عم تاخذهم المخابرات من المسرح ان شاء الله تصورهم وسائل الاعلام. وكيف نحن ناشد الهلال الاحمر الدولي والصليب الاحمر والمؤسسات الانسانيه تبعث لنا اطباء، مش تبعث لنا رجال مخابرات ياخذوا المرضى. كيف الوضع الان؟ هناك حديث انه الوضع الان في قناصين على ظهور السطوح وفي ناس مسلحه بالشوارع، يعني واهالينا لساعتهم صامدين، ما ممكن يتراجعوا، ما ممكن يخسروا الشعب السوري اللي طلع يريد الحريه. ما حدا طالب باسقاط بشار، كلياتنا كنا نريد الحريه، بس اليوم بعد ما صار في عدد هذا الشهداء، الله لا يخلينا اذا بنخليك يا بشار في سده الرئاسه، الله لا يخلينا يكون علينا العار يركبنا احنا الحوارنا طول عمرنا. كنا نحن رايدين الاصلاح، ما رايدين اي شيء ثاني، ولكن هذا القتل مشان ابن خاله راني مخلوف يذبح الناس كلها مشان يستفيد. سيد محمد، في 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 معلومات في اخبار تقول انه في مظاهره سلميه راح تطلع بكره في درعا وما جاورها، هل صحيح؟ المحافظات السوريه وفاء من الشهداء في درعا. نحن عندنا اكثر من 170 الف بكره حيخرجون مع صلاه الجمعه. أشكرك سيد محمد لمحاميد، سنكون في تواصل معك ومع الكثير من شهود العيان من درعا خلال تغطياتنا المباشرة من قناة حوار في